اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد. احنا في مدينه الدار البيضاء وتحديدا من منطقه دار السلطان. غادي نوفيكم بمستجدات كورونا والحصيله اللي تسجلات اليوم الخميس. إذن مشاهدينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و 144 حالة شفاء وأربعة ديال الحالات ديال الوفاة تغمدهم الله بواسع رحمته. إذن مشاهدينا الكرام، كيف شفتوا فتم تسجيل 283 حالة، تم تسجيل 283 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و 144 حالة شفاء 144 حالة شفاء و 283 إصابة جديدة بالفيروس. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 0545 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في تاريخ 2 مارس. إذا مشاهدينا الكرام، كيف شفتوا فالحصيلة ارتفعت ل 0545، وصلنا ل 0545 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الإعلان عن أول حالة في تاريخ 2 مارس. إذا هكذا كتكون وزارة الصحة علنات عن ارتفاع عدد الوفيات وعدد المصابين واللي وصل ل 0545 مصاب. شنو رأيكم في هذه الحصيلة؟ في نظركم شنو السبب اللي خلانا نوصلوا لهذا العدد ونوصلوا ل 200 أو نسجلوا اليوم 283 حالة إصابة جديدة بالفيروس؟ إذا مشاهدينا الكرام، نعاود الناس يلاه التحقوا باللايف، نذكرهم بالبلاغ. فعلنات وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأربعة ديال الحالات ديال الوفاة و 144 حالة شفاء. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة رفعت إلى 0545 حالة. بهكذا غنكونو خبرناكم بالعدد اللي وصلت ليه حصيلة اليوم من فيروس كورونا المستجد اللي هو 283 حالة. نتمنى من الله أنه رفع لنا ربي هذا الوباء والبلاء وحفظنا ويحفظ جميع المسلمين إن شاء الله وجميع بقاع العالم من هذا المرض. وكنزيدو نأكدو أنه لازم علينا نلتزموا تدابير السلامة الوقائية والإجراءات الاحترازية باش نقدروا نحفظوا بلادنا من هذا المرض. دوما مشاهدينا الكرام، كانت هذه الحصيلة اللي تم تسجيلها اليوم فيروس كورونا المستجد بمختلف أرجاء المملكة. نتمنى من الله أن نرفع لنا هذا الوباء والبلاء. نتلاقاو إن شاء الله في لايف آخر في منطقة أخرى. تبقوا على خير.